هنتكلم النهارده عن جلطات المخ والشلل النصفي. الشلل النصفي يعني اصابه الايد والرجل. كل ما بنبدا بدري بيكون احسن عشان نظريه النيورال بلاستيسيتي. الجلسه بتاعتنا معتمده على العلاج المكثف المبني على نظريه اسمها النيورال بلاستيسيتي. يعني ايه علاج مكثف؟ يعني علاج ما يقلش في اليوم عن 6 ساعات. ويعني ايه ما نقلش في اليوم عن 6 ساعات؟ يعني بنشتغل علاج يدوي، علاج يدوي، تدريب على المشي، علاج لكل عضله لوحدها، علاج بالاجهزه لتحفيز العضلات وتنشيط الدوره الدمويه، ونخلي يحصل حاجه اسمها نيورو ماسكولار كونكشن، يعني المخ يرجع يتصل بالاعصاب وبالعضلات من اول وجديد. ده معنى ان احنا بنعمل علاج مكثف. ليه 6 ساعات يوميا يا دكتوره؟ علشان كل ما بدي للمخ اشاره لفتره طويله المخ بيضطر غصب عنه يحفظ الحركه. دي اسم حاجه اسمها موتور ريليرنينج بروجرام. في نيجي عندنا مشكله ثانيه اللي هي مشكله تيبس العضلات. تيبس العضلات دي بنعملها بايه؟ بنعملها بحاجه جهاز امريكي اسمه ايونتوفوريزس او الحقن الايوني. بندخل مواد ملهاش اضرار زي البوتوكس ان التيبس يرجع تاني، بندخلها جوه الجهاز والحقن بيدخل جوه الجهاز، والجهاز هو اللي بيدخل الدواء. ودي وسيله من وسائل العلاج الطبيعي لعلاج تيبس العضلات، وملهاش اي اضرار جانبيه وبتشيل تيبس العضلات، وبعد تاثير الدواء ما بيحصلش التيبس يرجع تاني زي البوتوكس. المفروض من ضمن العلاج بتاعت الجلطات ان احنا برضو لو عيان الجلطات اثرت على الكلام، المفروض ان احنا لازم الاول نشغل عضلات الكلام علشان العيان يعرف يتكلم قبل ما يروح للتخاطب. احنا معانا الحالات ما شاء الله بفضل الله، وهتشوفوا فيديوهات كتيره لكده، اصلا يتكلموا قبل ما يخرج دكتور التخاطب، مجرد ان احنا عالجنا التيبس بتاعت عضلات الكلام وعضلات اللسان. في عندنا مع عضلات الكلام وعضلات اللسان في عضلات البلع، ان العيان يكون عنده حاجه اسمها ديسفيجيا مش قادر يبلع، برده دي بنعالجها عن طريق الحقن الايوني او الايونتوفوريزس او جهاز التأيد. بنعالجها بالطريقه دي مع تمارين معينه واجهزه كتيره بتعمل تنبيه وتنشيط لعضلات البلع. هنوريكم فيديوهات كتير لعيانين كتير معانا ماشيين وبيتحركوا. كل ما هتبدا بدري كل ما النتائج ان شاء الله تكون افضل. تحياتي دكتوره رانيا السيد عبد العليم، استشاري دكتوره العلاج الطبيعي للمخ والاعصاب. بشكركم كلكم.